سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. محمود الجهاني، مايسترو ونجم الوحدة والمنتخب الليبي، هو أحد كبار نجوم كرة القدم الليبية في عصرها الذهبي خلال الستينيات والسبعينيات، ويعد أحد أبرز اللاعبين الذين أمتعوا الجماهير الرياضية بفنهم الراقي. شكل ثالوثاً رائعاً مع رفاق جيله علي شويخ والراحل محمد باني أيام عروض فريق الوحدة الجميلة. ترأس فريق الوحدة وحمل شارط قيادة الفريق عدة سنوات. حصد محمود الجهاني خلال مسيرته الكروية الطويلة على عدة جوائز رياضية، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم بداية السبعينيات في الاستفتاء السنوي التي كانت تقيمه سنوياً صحيفة البلاغ. بدأ النجم محمود الجهاني مسيرته الكروية رسمياً مع أشبال ميزران سنة 1958 الوحدة حالياً، وتدرج إلى أن وصل إلى الفريق الأول منذ عام 1964 حتى اعتزل الملاعب عام 1977. وكانت أولى مبارياته الدولية مع منتخبنا الوطني عام 1966 أمام المنتخب المغربي بالملعب البلدي بطرابلس ضمن دورة المعرض الودية الدولية. وشهدت منافسات بطولة كأس العرب الثالثة بالعراق عام 1966 ظهوره الأول رسمياً، وأحرز خلال هذه البطولة أول سوبر هاتريك ورباعية دولية له حين أحرز 4 أهداف في شباك منتخب عمان. كما تألق النجم الكبير محمود الجهاني مع منتخبنا الوطني في مباريات دورات بطولة كأس فلسطين الثانية عام 1972 بالعراق، وبطولة كأس فلسطين الثانية بليبيا عام 1973، وسجل خلالها هدفاً في شباك المنتخب اليمني. كما سجل ظهوره للمرة الثالثة توالياً في منافسات بطولة كأس فلسطين الثالثة بتونس عام 1975. وكان النجم الكبير محمود الجهاني أحد أبرز نجوم الكرة العربية في دورة القنيطرة الودية الدولية التي أقيمت بسوريا عام 1974، والتي شهدت تألقه اللافت كصانع ألعاب من طراز الرفيع، وبرز في مباريات منتخبنا في هذه البطولة، واختارته الصحافة العربية من ضمن أحد أبرز نجوم الكرة العربية في هذه الدورة، إلى جانب تألقه في أول ظهور متوسطي لمنتخبنا في دورة ألعاب البحر المتوسط بتونس عام 1967، وتصفيات بطولة أفريقيا عام 1967 أمام منتخب مصر، وعام 1974 أمام المنتخب التونسي. كما سجل بروزه في أول ظهور لفريقنا الوطني في تصفيات كأس العالم عام 1969 أمام منتخب أثيوبيا، وتصفيات دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1967 ودورات المعرض الدولية. وخلال مشاركاته مع فريقنا الوطني في دورات الإجلاب ليبيا، أحرز النجم محمود الجهاني أجمل أهدافه، حيث أحرز أهداف حاسمة أبرزها في شباك منتخب لبنان ورباعية في شباك منتخب فلسطين، بينما كانت آخر مباراة دولية له مع منتخبنا الوطني أمام المنتخب السوداني عام 1976. استعان به فريق الاتحاد الأول خلال مشاركته في بطولة كأس الإجلاء بسوريا على مستوى أبرز فرق الأندية العربية عام 1970 لتعزيز صفوف الفريق، وهي المرة الأولى التي يرتدي فيها غلالة غير غلالة فريقه الوحدة، وهي البطولة التي وصل فيها فريق الاتحاد للمباراة النهائية التي فقد نتيجتها أمام فريق الترسانة المصري. تلقى أسطورة الوحدة محمود الجهاني عرضاً مغرياً من رئيس نادي الإسماعيلية المصري عثمان أحمد عثمان لتعزيز تشكيلة فريقه الإسماعيلي بطل إفريقيا، إلى جانب كبار نجومه للمشاركة والظهور معه في منافسات بطولة الأندية الإفريقية عام 1970، لكن ارتباطه وتعلقه بالوحدة ووفاء لغلالته جعلته يرفض هذا العرض.